السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على عمار بهلول، اسم مسمى الزتشي، وين كنا على بالنا باللي غادي يخسر. رانا من نهار اللي قالوا رانا في 3 شهور وقيلة قلنا لكم باللي غادي يخسر، خاطش رئيس رابطة لثمانية تاع لي زيكيب ما ينجمش يمشيهم. قلنا لكم بلي غادي يخسر، سبحان الله، كنا عارفين بلي غادي يخسر، عارفين بلي مكاش لي عرفنا، ما يعرفوناش. الاتحادية هذه كي زاتشي كي الأعضاء تاوعو قاع قنايم، أنا نقولو فيها ونعاودو، سيادة هنا وعند الغاشي أرخص ناس، سياد غير هنايا بيناتهم يشوفو رواحهم سياد. هذا ما كان نعرفوهم هنايا بلي ناس يكذبوا، ناس تاع حصلوا في الكولاسة، ما يجري كاين الكولاسة، تحصل في الكولاسة، ما يجري كاين، بصح لا تحصل الكولاسة، كولاسة على بالنا بلي كاين الكولاسة، وعلى بالنا انت ياك معاقب، راك معاقب، الملف تاعك كي يشوفوك كيما يصيبوك كيما شغل روبري. ربحكم رئيس اتحادية تاع ليبيا لي شامبيونات تاعو مكاش، ربحكم راك تشوف كيفاش ربحكم ولا مش تشوف؟ وتجي هذه فينك فضيحه، هذه تنحسب ليكم. هيا يخرجوا هذو يهضروا، هيا يخرجوا اللي كانوا يعايروا في الحاج، يخرجوا يهضروا، هيا خرجوا هضروا، خرجوا هضروا، هيا خرجوا هضروا لنا، قلنا على بالنا الاعلام تاعكم النفخ باطل، هضره تاع باطل، هضره تاع تغلطوا الشعب اللي انا بلي كولاسه وخارجوا ويا على بالنا كولاسه من بكري من افريك، على غير اليوم رانا نهضروا حنايا بلي ما على بالنا من بكري كاينه كولاسه على بالنا بها. خاصني انا تيجي بهلو، حنا هنا في الجزائر، الشعب الجزائري كان على بالو بلي غادي تخسر، على بالو بلي غادي تخسر، وانتوما ماشي رجاله، كان على بالو بلي هاد نتوما هنايا ما عندكم حتى قيمه برا، ما عندكم حتى قيمه برا، ما كاش قيمه، لازم تتفهموها، ما عندكم والو نتوما. ما العصابه دارت كلش باش الحاج يخسر، وين قناه النهار هذا كمال مهويزين عام فرحانين، لقجع ربح الحاج، لقجع ربح الحاج، لقجع ربح الحاج، لقجع ربح الحاج. قلت لكم يا ودي بارابلوي، قلت لكم 2017 قلت لكم يا ودي بارابلوي، هذيك بارابلوي بصح نتوما قطعتوها. هيا قولوا لنا لحد الان بهلول ما نجمش يجبد اسم تاع لقجع، خاطش عليه الشريك زاتشي عنده موزين في طليان في رحبه، وعنده موزين في المروك، في المروك في رحبه، يخدموا في رحبه، ما عطاكش يجبد ولا دلوك ناس داروا كلش. هذا البارح انا اللي البارح قلت لكم بلي ابو ريده راه واقف معاهم، هيا قال لهم نشكر ابو ريده، ابو ريده منين؟ يا من الحاج، من الحاج محمد راوراوا، ابو ريده من عند الحاج محمد راوراوا تدخل، ومشي نتوما لقطتوا البنوت باش يكون على بالكم، مشي نتوما باش ما تغلطوش الشعب. مصر هي اللي لقطت 24 بنت، مشي انت يا بهلول ومشي زتشي، هادرو الحقيقة، مصر هي اللي لقطت لكم 24 بنت. هاودي راكم حاسبيننا بلي رانا ناكلو الحشيش ولا؟ باكم حاسبيننا ناكلو الحشيش؟ باكم حاسبيننا كيما نتوما وذنيكم طوال؟ حنا وذنينا ماشي طوال، نعرفو صوالح. انا نجيب لك الاخبار، انا نجيب لك من الريات تاعك، نجبد لك شكاين من ريتك، نجبد لك شكاين انايا. على انتوما لقيتو 24 بنت، زاتشي انا قلتها نهار اللي زاتشي راحوا الفوت تاع اللي داروا تاع باش يصدقوا البيلون تاع الفيفا في فرنسا، زاتشي ما داش عمار بهلول، زاتشي عارف بلي عمار بهلول ما يربحش، داره غير داروا منافسه، لقجع قالوا دينا واحد منافسه، دينا واحد منافسه وما غاديش يربح. زاتشي كان على باله بلي لقجع بلي بهلول ما يربحش، على باله وما داش معاه لفرنسا، كو عينو فما كو داه لفرنسا يلقط فما يدير معرفه مع الاخرين، يدير بصح ما كاش ما داش.
ما داش دام دارو زاد شي داهم دارو وطلعوا يزهاو في باري وصايك هذا مكان بدراهم الجزائريين باش يكون على بالكم. انا كراني نهضر كيما قلت حسوا اي نهضر نكشف فيهم وين عمار بهلول اسم على مسمى زاتشي رشح شخص رئيس رابطة ولائية لثمان فرق ضد منافس رئيس اتحادية الليبية ويتهموا الكولاسة أكيد فيها الكولاسة احنا على بالنا بلي كاين الكولاسة أنتم لا يعرفكم أحد وما حدث طبيعي جدا في عهد السيد الحاج محمد روراوة في العهد الثالثة تاعو وين رشح نفسه ضد رئيس الاتحاد الليبي ولم يذهب حينها كان مريض كان هنا في الجزائر كان مريض راقد في فراشه بقي يسير يتكلم بالتليفون وجمع 53 صوت جمع شوف بالتليفون قاعد هنا في دارها في داره راقد الو اشدي شدي الو اشدي شدي راقد لقط 53 صوت وكان مريض وبقي يسير بالتليفون وين خسر الاخر تاع ليبيا دا بنت واحد المنافس تاعو جمع بنت واحد باش يكون على بالكم شكاين وين لما ترشح السيد الحاج محمد راوراوا في العهدة الثالثة للمكتب الكاف أمام الرئيس الاتحاد الليبي كان مريض ولم يتنقل لنيجيريا وبقي يسير بالهاتف من الجزائر وفي النهاية نهاية المطاف تحصل على 73 صوت في حين تحصل المنافس على صوت واحد من مجموع 54 صوت حكتو كيفاش انتوما يعرفوكم وين الصوت عندنا ذلك انتم وانتم ناكرة ولا يعرفكم احد. النتيجة كانت متوقعة رغم نفخ اعلامكم والدعايات والدعايات تاعكم انكم في احسن رواق الا ان الجميع كان يعرف النتيجة مسبقا منذ ترشيح بهلول. كنا عارفين انا واحد من الناس انا كنت نروح تشوفوا لي فيديو بالك الناس الجدد اللي دخلوا معنا ما على بالهمش بصح كنا انا في 3 شهور ولا 4 شهور قلت لكم يا ودي دار بهلول غادي مين يشوفوا الملف تاعو يسيبوه لوبري معاقب 6 شهور باش يكون على بالكم معاقب في الملف تاعو معاقب ربحكم رئيس اتحاديه مام كاليفي ما عنده بطولة كان والو غير رئيس اتحادية تاع كرة قدم وصايك عنده 3 فرق وقيلهم يلعبون وعسيلة ربحكم انتوما كاملة ربح قارة بسببكم انتوما اللي ما يعرفكم تا واحد زيدوا قعدوا 4 سنين كيما هكا كلي تاما قعدوا هنا تاكلوا في الدراهم وقالها لكم زين عامر قال لهم معليش ما نروحوش كوب ديمونك ما نروحوش كوب دافريك نقعدوا هنايا ما نحوسوش قعدوا غير هنا يخونوا برك ما يديروا والو قدوا الخيانه برك باش يكون على بالكم ها خاطر علاه ذا الاعلام ما على بالكمش به سمحوا لنا ذا الاعلام ما على بالكمش به باش يكون خاصكم ما جيتوا تخونوا الدراهم جابتكم عصابه باش تحطموا كل شيء ما هو جميل في الجزائر زدت يكون على بالو بلي غادي تربح وداك مع الفرنسا دير معرفه خيطان فماك مع رؤساء الاتحاديه الافريقيه وكلشي كان عارفك زاتشي بروحو عارفك بلي غادي تخسر عارف روحو بلي ما يدير والو عارف لازم الجزائر تقعد يقعدو محيدين هذا زاتشي جا يقلع كلش جا باش يقلع جاب هامور ولا يكتب في قرباج قال لهم بلي حنايا لازم كاع نسيت يا زاتشي بلي الحاج راه مي قال لهم احنا ما انا ما نقبلش انا رئيس اتحادي انا كل في الكل محسوب بمعنى الحاج كانوا عنده 12 عضو في الاتحاد الافريقي كان داير تاع الاعلام كان داير ذاك يزيد وهيب تاع الاعلام لازم من يبغي يخرجوا حاجه الحاج يكون على بالو بها عقوبات الحاج يكون على داير تاع عقوبات داير الاخر رجراج داير كان داير قرباج كان داير كسموه اللي كان رئيس اتحاديه في 2008 كان بزاف كان داير 12 واحد اعضاء ما كانش وحده كمال مهوي اللي تقعد تكذب
نعرفوا التاريخ ونعرفوا الحاج مريض راقد ادى 53 صوت وتاع ليبيا ادى صوت واحد دق دقه راقد في دار ومريضه مريض يشرف الدواء مريض ربحه وما حضرش في الاجتماع. انتوما كاع حضرتوا ميني رئيس اتحاديه كاع حضرتوا المصاروه جابوا لكم 24 بنت ما تكذبوش على الشعب المصاروه هما اللي جابوا لكم ابو ريده من تحت راو راو جاب لكم 24 بنت عاونكم القطوطه واليوم جاي احنا كسبنا و24 كاع تخزنوا مور النتائج تاع ليكيب ناسيونال كاع خازنين مور النتائج تاع ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال جبتوا لها بلاكار في تعود ديروا تعهدات في تعود طردوا اللاعبين محترفين ليكيب ناسيونال اليوم بغيت تخزنوا موراه قالوا لا انا مالغري خسرت بصح ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال خاطيتكم ليكيب ناسيونال تاع الشعب ماشي تاعكم نتوما تحيه الجزائر.